مسمى اللاجئين ليس إهانة كما يعتقد البعض، ولكنه يظهر قوة تلك الأشخاص ومثابراتهم لتخطي المشاكل الموجودة في بلادهم. في دقيقة واحدة يمكن أن تفقد عائلة كل شيء. بعضهم يتقبل الوضع، والبعض الآخر يسعى ويحارب لخلق فرص جديدة للعيش. مركز فرد للنشء هو مشروع أسس في مصر للم شمل السوريين مرة أخرى. المركز بيقدم خدمات مجانية للسوريين اللي ساكنين بمنطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد، المتضررين من أحداث اللي جرت يعني بسوريا. بيقدموا الدعم النفسي بطريقتين، بشكل متخصص مباشر اللي هي جلسات الإرشاد النفسي الفردي وحالات اللي بتتطور للعلاج النفسي مع دكاترة نفسيين أخصائيين، أو الدعم النفسي غير المتخصص من خلال الأنشطة. بعض اللاجئين وجدوا صعوبة بعدما تركوا ديارهم وبلادهم، والبعض الآخر وجدوا من يمهد لهم الطريق، ولكن المشترك بينهم هو الإصرار على تخطي جميع الصعوبات والبدء في العمل ومساعدة الغير. الربطة تبع الفيونكا هي نفس العرض كلياتها، بس الربطة تبع الفيونكا بتعطيها الاختصار. فيساهم مركز فرد في تقديم بعض النشاطات التي تساعد النساء السوريات في اكتساب مهارات يمكن أن تصبح مصدر رزق لهم ولأسرهم فيما بعد، وذلك ببيع منتجاتهم في المعارض. هلا بعدنا الورشة يعني ما صار لها شهرين تقريبا، بس لقدام احتمال ايه ليش لا يكون كمصدر رزق، بس بالاول بدها تكون شخصيه حتى تاخذ ايدهم على الشغل وياخذ يعني يعرفوا يتقنوا الشغله. يوم اللي بدك تبيعيها بدها تكون بجوده عاليه، ما حتكون بجوده خفيفه او قليله او وسط، لازم تكون بجوده عاليه حتى تقدري تبيعيها، حتى اللي بده يشتريها يرجع او يثق فيكي ويرجع يشتري مره ثانيه، او يدل اصحابه ورفقاته وهيك شغلات على هالقصص. فلا بنوصل للاتقان ان شاء الله، اكيد بدنا نعمل ورشات وبدنا نعمل معارض ونبيع، ليش لا. كما تهتم الجمعية بتنمية الأطفال والحرص على دمجهم في مجتمع جديد، فهناك طرق مختلفة من خلال الأنشطة الرياضية. مستعدين؟ الرياضة نحن مندعمها، مثلاً نحن منتفق بيننا وبين أعضاء الفريق، مثلاً هذا الشهر حنشتغل على بناء الثقة، فمنشتغل منطور أكثر عند الطفل الثقة، منشتغل على التعاون كمان من خلال الرياضة والأنشطة اللي نحن منشتغلها، التعايش، المحبة اللي آخره من خلال الأنشطة. رجع الدور للأول، في رفقاتك الصغار ما لعبوا، عبد السلام اللي لعب بيرجع لورا، اللي لعب نرجع لورا، اللي لعب نرجع لورا، يلا يلا تعالي 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 قربي نانا، ما حنزعل ما حنزعل يلا. كما تحاول الجمعية وجود الطرق المحببة بالنسبة للأطفال، وهي التعلم عن طريق الرسم والفنون. حد بديله ها؟ هو احنا هنا مش مدرسة، بمعنى ان انا ما عنديش جدول المفروض اخلصه اخر السنة عشان هو عنده امتحان. انا بقدم يعني انشطة وحاجات في صورة مبهجة لطيفة حلوة، زي مثلا الرسم بالارقام. تمام، ان هو رقم بسيط فلا هو يبدأ يفكر ان الرقم ده ممكن يطلع منه ايه. تمام، الفكرة انا في بداية النشاط بكتب الرقم، تخيله، طب نعمل ايه، طب ناخد خط هنا، طب الخط ده هيطلع ايه، هيعمل ايه، فان هو يوسع في دماغه فكرة التخيل. يعاني اللاجئون من عدة مشاكل في بداية حياتهم الجديدة، ولكن من اهداف المركز مساعدتهم في التغلب عليها. هي مشاكل سوء تكيف مع مجتمع جديد بعادات جديدة، مشاكل بالعمل بتواجههم، يعني بتواجههم انه صعوبة يلاقوا عمل، فرق المعيشة اللي كانوا ساكنين فيه بسوريا وهون، واحد خسر أمواله أو بيته وشغله، جامعته، مدرسته، وإجا هون على جو جديد، بدك تساعديه يتكيف نفسياً، يتقبل الواقع اللي هو فيه، خلاص هو يعني موضوع صار، طب الخطوة اللي جاي شو هي؟ لا، في فرص جديدة للعمل، للدراسة، بدك تساعديه إنه يتكيف بقى مع المجتمع اللي هو فيه. تلعب الجمعية دوراً كبيراً في حياة تلك الأسر بالدعم النفسي الذي تقدمه لهم، الذي يعد أهم من الدعم المادي. سيلفيا ممدوح، للتلفزيون الجامعة الأمريكية.